وصلنا الدور الثامن. في كل دور زي ما احنا ملاحظين عندنا 3 شقق. عندنا هنا شقة على اليمين وشقة وسطية وعندنا شقة جانبية. في كل بناية برضو أيضا موجود مصعدين، مصعد يسع لـ8 أشخاص، مصعد يسع لـ6 أشخاص. عندنا مخرج الطوارئ من هنا، مدخل الشقة رقم 22 من هنا الدور الثامن. أول ما نبدأ نخش الشقة عندنا هنا على اليسار منطقة خاصة نقدر نحط فيها دواليب خاصة بالأحذية والعبايات. يمينا عندنا الغرفة الأولى، واجهة أمامية كلها زجاجية إطلالتها خيالية على البحر. شوفوا ما شاء الله تبارك الله. الموقع كاشستو، منطقة حيوية جدا في طرابزون. حي كاشستو يعتبر من يمرة. نطلع من الغرفة الأولى نجي هنا على اليمين على الصالة. شوفوا مساحة الصالة ما شاء الله كبيرة وشرحة ما شاء الله تبارك الله. عندنا واجهتين، واجهة جانبية على الطبيعة، عندنا مخرج البلكونة من الصالة، بلكونة مساحتها جيدة ما شاء الله تبارك الله، وإطلالة ولا أروع، إطلالة جانبية من هنا على الطبيعة، عندنا إطلالة أمامية على البحر. منطقة كاشستو الخدمات اللي موجودة فيها جواهر مول، المسافة بين الموقع جواهر مول يعني تقريبا أقدر أقول 5 دقائق أو أقل. نوفوتيل، فندق نوفوتيل، فندق شيراتون راح ينبني، الفنادق السياحية المعروفة العالمية، بالإضافة إلى ذلك عندنا الشاطئ العام خلف فندق نوفوتيل. المسافة بين الموقع والمطار تقريبا 6 دقائق، بالإضافة إلى المسافة بين الموقع والميدان 10 دقائق. الموقع اللي فيه مشروع بروج سكاي موقع مرموق جدا وحيوي، يمر فيه المواصلات، السوبر ماركت قريب من الموقع، جامع قريب من الموقع، يعني موقع مخدوم يعني بالمختصر. نكمل تفاصيل باقي الشقة، نطلع من الصالة نجي هنا مقابل الصالة عندنا دورة مياه أولى وأنتم بكرامة. مقابل دورة المياه الأولى عندنا المطبخ، راح يتم هنا تركيب دواليب المطبخ تكون جاهزة. في بلكونة تابعة للمطبخ، بلكونة خلفية مساحتها جيدة، إطلالتها من الخلف على مجمع. راح يكون موجود في المجمع ألعاب أطفال، جلسات عائلية، مواقف للسيارات، يعني مجمع جيد ما شاء الله تبارك الله. نطلع نكمل تفاصيل الشقة. بجوار المطبخ عندنا الغرفة الثانية، مساحة الغرفة جيدة ما شاء الله تبارك الله. بعدين نجي هنا على دورة المياه الرئيسية التابعة للشقة، راح يكون هنا مروش والكلوزيت والمغسلة، يعني حمام متكامل وانتم بكرامة. أخيرا هنا على غرفة النوم الرئيسية، الإطلالة الخلفية هنا على المجمع. زي ما قلت لكم السوبر ماركت من هنا باين، اللوحة الصفراء هذه سوبر ماركت شوك. عندنا مقابلنا هنا جامع،
الطريق الرئيسي هذا هو المؤدي إلى المستشفى العام، يعني منطقة حيوية ومخدومة. غرفة النوم الرئيسية الماستر لها دورة مياه خاصة فيها، يعني نقدر نقول انه شقة ثلاث غرف وصالة مساحتها 170 متر مربع. الدور الثامن في منطقة كاشفستو، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.